السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله اوقاتكم، اهلا وسهلا بالجميع في سلسلة المستثمر الجزء الثاني. هذه الحلقة راح تكون حلقة 13 اعتقد ما خاب ظني، لانه والله ما شاء الله جالس انزل لكم، لا حلقة 12. حلقة 13 راح تكون الحلقة الموعودة باذن الله تعالى. طبعا راح اقول لكم شيء يا شباب، راح نخطط مع بعض قبل ما نبدا الحلقة وراح نتصارح كذا مع بعض. احس الوضع والله صعب يا شباب، يعني انا حاليا واقف على 1,600,000، يعني والله الوضع صعب. وصراحة يعني ما ألعب كثير لأنه عشان الدوام، ولكن من حسن الحظ أنه عندي بكرة وبعده أوف، وقلت والله كويس يعني لازم استغل هاليومين، يعني قد ما أقدر أحاول أني ألعب وقد ما أقدر أني أعمل سورسينج للكريت، لأنه لازم صراحة لازم أبيع فول هاوس عشان أكسب. طبعا راح أكسب 4,440,000، نعم 4,440,000. طيب التيروبايت بشكل سريع يا شباب راح افتحها لكم، انا قلت لكم في حلقة الثلاثاء راح هنا في الورستوك الحلقة الجاية بإذن الله تعالى، وعدتكم انه قبل نهاية هذا الاسبوع او قبل بداية الاسبوع راح نشتري الابريسر. الابريسر اولا عشان تشتري لازم تشتري تيروبايت، التيروبايت عشان تشتري لازم تشتري نايت كلوب، النايت كلوب عندنا اوكي، تيروبايت راح نشتري تمام، ولازم نشتري معاه السبيشلايزد وركشوب. هذا الوركشوب اللي تقدر تعدل فيه الاوبريسر. شوفوا مبلغه كم يا شباب، مبلغه 495,000، يعني نقول بشكل سريع اوكي راح يكلفني 1,870,000 دولار، وانا ما معي الا 1,600,000، يعني ما اقدر حتى اشتري التيروبايت. وبعد ما اشتري التيروبايت يا شباب اعتقد انا اقدر اشتريها بعد شوي، عندي نايت كلوب الخزنة بدأت تمتلئ، بالإضافة عندي شاحنة الأسلحة امتلأت كذا، حاجة أقدر أجمعها يعني 50,000 على 50,000 على 50,000، فأقدر أجمع. ولكن 8,000,000 من وين يا شباب؟ والله صراحة يعني 8,000,000 too much. فإحنا لو حسبة سريعة يا شباب راح نجمع من الويرهاوس، طبعا قلنا 4,400,000، بعت لي بانكر اوكي 1,000,000، يعني شوف عندي الان جاني 45,000 في النايت كلوب. اوكي بالي ارفع الشعبيه، نقصت معي لاني والله اللي فات ما ادخل النايت كلوب، اني من اول فاتح اللعبه ومخليها كذا شغاله والله صراحه، وجالس افكر كيف ايش اسوي يعني صراحه، لانه صراحه الصناديق يبغى لها وقت والله، يبغى لها شغل يبغى لها حرقه يعني. ولكن عموما ما راح نضيع وقت، من حسن الحظ وعشان ما تنسوا، اعتقد وما اعتقد، انا متاكد انه الناس اللي الان معي، يا تركي انت اشتريت غواص ارحم له امك، يعني ايش تبغى تفكر يعني، عندي غواص احرق، هذا هو اللي حيصير. نحرق الغواصه، واذا خلصت الغواصه بدل ما انتظر ساعتين راح احرق فينسنت يا حبيبي، راح ازور فينسنت واقول له بلعب مهماتك 500,000 راضين عطني اياها، يعني مره شيء حلو صح. فانا على وعدي باذن الله تعالى انه الحلقه الجايه حلقه رقم 13 راح تكون حلقه شراء الاوبريسر باذن الله تعالى. الان راح نصب مباشره على الكوساتكا، خلي النايت كلوب شوي بعدين نرفع الشعبيه تبعه. طيب هلا والله بالشباب، يعطيكم العافيه. انتم عارفين وش المشكله في الكوساتكا خصوصا بافل؟ بافل هو والله صراحه اول عمليه راح يطفشنا بشكل مو طبيعي، فالله يعيننا عليه، يعني راح يشرح لك ابجديات الهايست يعني، وهذا من حق اي لاعب مبتدئ يعني يسمع ويشوف ايش التوجيهات تبع بافل يعني. وانا ليتني اعمل سكيب يعني زي ما اعمل سكيب لتوني وغيره يعني، لكن للاسف مضطر اني استمع عليه يعني، مضطر اني اشوف مقاطع سينمائيه كثيره، فهذه راح تاخذ من وقتي والله. بدل ما انا اوعدكم يعني لو انه الغواصه سبق ولعبتها بهذا الحساب راح انهيها في بكثير ساعه بالكثير، لكن طالما انها اول مره في هذا الحساب فراح تاخذ من ساعة وربع إلى ساعة ونص يعني تقريبا، لأنه في مقاطع سينمائية، غير أنه بافل ما يسكت يعني. ولكن يلا نبدأ نعمل السيت اب بشكل عاجل. كم جلس يتكلم؟ أعتقد جلس يتكلم 3 دقائق، يلا الله المستعان. طبعا راح نروح للونج فين، أكيد كلكم شفتوا أنا أسرق اللونج فين، ولكن يلا نعطيكم شوية بروفا. جود باي. طبعا أنا ما عندي أي هيلي ولا أي حاجة، فبالتالي راح أطلع بإيش؟ راح نطلع من هنا يا شباب. اطلع وش، وراح ناخذ الدنجلي طبعا اللي هو الدباب البحري، ويلا وين دبابنا البحري؟ ريفيزس كاتا ريكويست دنجلي، يلا هات، هذا هو يا شباب. ما معنى هالطريقه يا شباب الى ان الله يكلها يعني.
طبعا بالمناسبة يا شباب أقدر أشتري هليكوبتر ولكن راح أشتري إن شاء الله. أوكي والله المكان هذا شوي صعب. أوكي لا سبق وجيته والله صراحة، بس إن شاء الله إنه ما ينتبهوا لي. أدخل إيش هنا؟ سلامات. علقت سيارة. يلا نرجع بالريفس أحسن. أوكي هذه هناك والله عين صراحة. لا وبعد بالليل يعني. بسم الله والله بيشتقونوني دحين واضح عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا 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 صعب علي بسرعة. اوكي نستعين بالكرومة احسن. يا اخي كأن البوتات حامين اليوم شوي بسواقتهم وزحمة يعني ما ادري. جاي في الرشة ورا وقت الذروة جاي انا عندهم. السلام عليكم. هيا دحين هات راسك هات هات. كاب كاب كيلر يقول. طيب ايش اسوي يعني؟ طيب شو انتوا تذبحوني؟ اطلق يا خوي اطلق. لازم كرومه لها زاويه لازم تطلق منها يعني. مديني ولا ما عاد مديني؟ هذا اوكي. اوه الباك اب جاء ابن الذين. ايش الباك اب ده؟ اوكي اوكي خلينا بس اعمل لها كذا. اوكي اوه نايس نايس نايس. خلاص بس لو نطلع بها هنا من المركز هذا الامور طيبه يا جماعه. بعدين عند النايت كلوب تبعي. اوكي ليتس جو. عادي دحين اوقف ستوب خلاص ننتحر. والله احسن كلمه قالها قال conversation other time يعني نكمل الحديث في وقت لاحق. من جد ما انا رايق لك والله يا بافل. طبعا اوكي هذا اسهل طريقه يا شباب. كل اللي عليكم تموتوا انفسكم من الشرطه تاخذ هذه الشاحنه ونعمل لها دليفري اعتقد 2 كيلو واقل حتى. اوكي نايس يلا. وهذه اول مرحله سيت اب دن اعتقد اخذ وقتي 10 مينتس 10 دقائق بس. لو كان معي لوبريسر كان اقول لك 5 دقائق. اوكي شباب بافل بافل اوكي. طبعا تعرفوا المهمة هذا اكيد لازم ننزل على البوديوم على البنت هاوس. طبعا لازم ننزل هنا البنت هاوس. اوكي اوه اوه اعطانا اي فاوند هيز بيت. اوكي هذه لوحة سيارته. اوكي 19 ال اي بي عشان ما عندي بنت هاوس يا شباب. طيب اوكي نبحث عن سيارته. اعتقد ان سيارته موحدة بس نسيت هي لونها الصفرة هي هذيك. والله نسيت يا شباب لاني لفتره. اوكي يعني غالبا لما اشتري الغواص يكون اوريدي عندي البنت هاوس. ف لما ما يكون عندك بنت هاوس ما يمديك تدخل الا بطريقه يكون عندك اكسس. اوكي ودحين حصلنا على الاكسس ولازم نكمل المهمه نروح على البنت هاوس. يعني ستيب واحد بس زاد معنا. اوكي هذا ستيب جديد يا شباب والله. طبعا هو يقول لك العبها سيلث. ما ينفع معهم السالفه هذول. ها ندخل عليهم بقوه اعتقد هنا. لا اوكي اوكي ندخل عليهم. اوكي طبعا لازم ننتظر لين يعطينا علامه الصفراء. عندي دروعي يلا. اوكي نايس ليتس جو عليهم يا شباب عليهم. الله الله يستر بس انا لاعبي ضعيف صراحه. افتح الباب كذا. اوكي هذا واحد جاي هنا هذا واحد هنا جاي. نايس اوكي اعتقد انه في احد هنا. اي هذا هو شايفك ما مات بعد. قوي 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 هذا. هنا اخر مره كان مدرازه في هذا المكان لكن يبدو لي انه في الصاله حيكون. اوكي من فين جيت انت؟ من فين؟ من فين؟ فجعت هنا الله اكبر عليك. هذا واحد قدامي. السلام عليكم. والعوب والله اعطيته واحده في وجهه. طيب في واحد جاي من ورا صح؟ ايه هذا هو. تعال تعال تعال.
يا ساتر كسر لي دروعي على الفاضي والله. يا حد هنا اعتقد انهم هنا ما خاب ظني. مات صح؟ انا اعتقد انه هنا والله مو هنا. احيانا يكون هنا دائما يرسبن. اوكي طبعاً هنا في الحفلة ما أعتقد ما قي سبق. أوه هذا هو الله أكبر عليك والله الشتقن حقه صاحي صراحة. أوكي خلاص كده نشيل. قول بليز I'm just a working girl. أنا فتاة عاملة يعني أنا واحدة موظفة هنا مسكينة غلبانة. أوكي خلاص أموركم في السليم لا تخافوا. اوه شرطة يلا نغادر المكان. والله الله يعين ما ادري كيف مطاردة الشرطة لما تكون. اوكي اقدر اروح النفق حقنا. اح وين وين هنا 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 تعال تعال I kill you. اقتلك قبل ما تقتلني تعال. ايه هذول هم هنا مرسبين. طارق طارق يا حبيبي. طارق والله بدون كاتم صوته غريب. يلا لا تعال خلينا نلحق. طبعا مباشرة يا شباب نصيحة على طول على النفق. يس يقول لي ضيعهم. اكيد ضيعهم. اسهل حاجة في الحياة صايرين الشرطة لعبتي. شباب عارفين اكيد النفق هذا. شباب عارفين النفق هذا اللي ضيع الشرطة. اعيد واكرر للناس اللي ما عمرهم شافوا احد حلقاتي. هذا المكان النفق يا شباب. تدخل النفق ما في ولا شرطي يقدر يخش عليه. فانتظر دقيقة بالكثير دقيقتين تلاقي خلاص النجوم اختفت امورك في السليم. والله عين على المشوار روح لين الكاسات كمان عارف وين الغواصة. اوكي والله بعيدة صراحة. اوكي ان شاء الله. اوه نايس تمت المهمة على طول رسبن على الغواصة مباشرة اللي بعده. اسكو لازم ناخذ كفر سريع يا شباب على طول خذ كفر. شتقنهم كلهم لا ترحم احد. جي جي والله. بقى احد. هذه الطريقة يا شباب لما تدخل عليهم ادخل عليهم بهذه الطريقة لانه والله صراحة ما راح يرحمكم. طبعا لازم بافل يخلص كلامه. شوف اتكلم على حاجة جدا انتهيت منها. خلصت يا بافل. الو دخلت عليهم وقتلتهم. والله طيب يلا اوكي. طبعا مرة متأخر بافل مرة. البرمجة في اللعبة بطيئة صراحة مرة بطيئة خصوصا على لعب قديم على لعب خلاص حافظ الغواصة بتفاصيلها او الكايف ريكو والسيت اب. عشان كذا انا لازم 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 يسوي سكيب. لازم يعني مو لازم انه اي لاعب يحضر ويشوف التحضيرات والفيديو كليب والاشياء هذه والمقاطع السينمائية. خلاص يعني في ناس ما شاء الله حافظين يعني بيحطوا نفسيهم في اماكن بايخه يعني. زي ما شايفين يعني انا خلصت قتلت الاعداء وخلصت على الكاميرا ويعني مستني ادخل على الكمبيوتر لسه يعطيني انه احذر. لازم الكاميرا تشوتها اول حاجه. لازم تعطل الكاميرات عشان ما يشوفونك. وبعدها اذا انفضحت لازم ما تبقي احياء عشان ما يفضحونك. كله اوريدي يعني قد سويتها من فين من هنا. اوكي من هنا. يلا اوكي نايس. يلا نغادر المكان. ابشر ابشر طال عمرك ابشر. الله يعين دحين على دباب البحر ناخذ دباب بحر ونطلع. والله لسه ما اشتريت الهيلي يا جماعه. لازم اشتري لي هيلي ولا اخذ لي واحده من المطار. بس انا مستكفي يعني عارفين يعني مستمتع والله صراحه ما ماني متضايق يعني وانا العب كذا. طيب يا شباب انا صراحة فعلا فعلا لازم اشتري لي هيلي. عندي هيلي مجانية
اوه هذه عليها عرض والله، هذه الثنتين الهيلي هذه ترى مره خرافيه، سريعه سريعه وقويه. اوكي وين المجانيه؟ هذه الدودو ايش ابغى فيها؟ هذه ما منها فايده. اوكي وين الهيلي؟ هذه هي المجانيه، يا سلام. طبعا ما راح تجيني دحين، راح تجيني المهمه اللي بعدها. هي طبعا راح تكون في اوكي يور فيجر ويل بي افيلبل فروم بيجاسس شورتلي، شورتلي يعني في وقت قريب يعني. اول ما توصل باشر يعني هي ترسبن في مكان ما، لانه من طائرات البيكسس يعني، فدائما طائرات او اي مركبه من مركبات البيكسس راح ترسبن في مكان معين وانت اللي تروح لها، ف ما عندي مشكله يعني. هيلي في النهايه راح تفيدني كثير يعني، والميزه اللي فيها انه حتى لو تدمرت ودمجت ما راح تدفع عليها ولا اي ملين واحد. هذه الميزه الطائرات او مركبات البيكسس بشكل عام. هلا والله بالشباب، يعطيكم العافيه. طبعا المشكله وين؟ المشكله لما انزل على الكوساتكا الطائره هذه وين تروح يعني؟ راح تدمر علي. ولكن في النهايه عادي زي ما اقول لكم يعني، اقدر طبعا اخذها مجانا يعني، ما راح ادفع عليها ولا ملين واحد. هذه ميزه طائرات او مركبات البيكسوس بشكل عام. شوف اختصار والله صراحه يعني، وغير كذا هذه الهيلي مره مميزه، مره ترى قويه وتتحمل. واي احد اي لاعب مبتدئ يا شباب، قبل ما اوصل على كوساتكا هنا بامكانكم الهيلي باد، هنا في هذا المكان تلاقوا طائره هيلي ترسبن المطار كذلك يا شباب، ترسبن هيلي نفس الوقت سانديشور. حتى في البلوتوبي يا شباب هنا سانديشور، هنا برضو ترسبن المطار هذا، في مطار ثاني برضو في سانديشور اعتقد قدام. فا يعني اي احد يقدر ياخذ طائره، اي احد. ما اعتقد عندي باراشوت، ولا كنت حنقز والله، لكن ما عندي باراشوت. اوكي خلينا اوقفها هنا، والله يمدي والله صراحه. نايس والله، والله نايس والله، عملاقه صراحه يعني. لا 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 يا خوي، يا معرق يا تعريق. الو معرق مره خوينا. اطلع 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 اطلع، تعرف تطيح لكن ما تعرف تطلع، الله اكبر عليك لاعب. طيب ان شاء الله في فتحه هنا يا اخي. شوف 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 لاعبي لما يبغى يطول عليك المساله وهي قصيره. ايه هذه الفتحه، يلا ادخل. نايس يا شباب، كذا تمت المهمه بنجاح. تاخرنا فيها شوي لكن وجدنا الحلول الحلوه، انه اخذنا هيلي مجانيه. طيب اوكي وصلنا المكان يا شباب. طبعا راح تكون العمليه نوعا ما اصعب لانه ما عندي اي سياره. طبعا حيكون المبنى اللي يبنونه هناك، ايه احنا والله ودنا بس ناخذ حاجه بسيطه يعني ونغادر المكان، لكن هم يزعلوا يعني. اوكي راح نوقفها هنا، والله ما راح يسمحوا لي انا عارف. طبعا في طريقة، اوكي ايش اسوي؟ ابحث عن جهة سيلث يعني، ابحث عن خوذة وامثل اني احد العمال. وطبعا بس ماني عارف وين الخوذة صراحة. عموما سهلين يعني، ما فيهم ذيك الصعوبة. اوهو على طول زعل، يزعل يزعل الكاتن كورش تبعهم. اوكي سيلثي ابروتش يقول لك، اي سيلثي ابروتش ده ما ينفع معهم الا القوه يا حبيبي. طبعا هنا ما في شيء. اوكي هنا برضو. اوه هذا هو، وين 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 اطرق علي؟ العب العب، بسم الله فوقي. يلا شيل 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 سريع مدير، شكله واحد فوقي. اوكي راح للهيلي. احا يا استاذ ريلودينج، اهل ربي تركي. والله جو جو جو، اهم شيء السيارات. لا لا والله بموت، والله واضح اني غلط. لا تطلق علي امانه، لا 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 بموت والله. توقعت الهيلي حتروح علي انا عارف. واه جعل حياتي صعب، الله يجعل الله يصعب حياتك. لا يا ليلي حقي، عشان كاتنج تورش كذا تسوي فيا يا الملاعين. اخلطهم اخلطهم، الله ليوفقكم يا عيال الذين الله يمتحنكم، قولوا امين. تعال تعال انت، تعال اوريك انا يا. عشان كاتنج تورش زعلانين يا عيال، والله اني اعرفهم يا اخي. فجأة هنا 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 الام اسيست يا اخي، عشان كذا انا ما احب العب الام اسيست صراحه، عشان كذا انا ما يعجبني العب الام اس صراحه. شوف فين ماسك،
ماسك لي على عامل غلبان يعني ليش؟ تعال اطلع. اوكي وين الكاتب تورش؟ اوكي يا الله ساترك وش اللي صاير؟ والله بيموتون مرة ثانية. مش معقول يعني انا اموت في هذه المرحلة. والله اني توقعت انها حتكون فيها شوية مشاكل بس مو لهالدرجة يعني. طيب تعال 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 والله امتحنك يا شيخ امتحنك اكيد بلا في اللعبة هذه. والله لعبة كذابة. طيب ماذا هو الكاتين تورش؟ خلاص خلصوا. طيب خلينا ابتصل على اوكي خلينا ناخذ السيارة هذه اول شيء لنغادر المكان صراحة. الله كفراتها مبطوقة هذه ما ينفع. اعوذ بالله من غضب الله. طيب Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? يلا اعطيني السيارة من مكانها. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. العب لازم اغير هذه واروح للهيلي طبعا. سيارة بليز سيارة. اوكي اعطوني هذا مرسيدس. تعال تعال تعال. تعال يا انسة. هذه برضو مرسيدس صح؟ وين انا بعلم انا؟ اوكي يو شوفوا نوقفوها امتحن شيطانكم. ايس والله صراحة مكان استراتيجي. اوكي نجي من هنا طبعا جمب. اوكي نجي من هنا احسن اسرع. نايس خلاص كذا اعتقد باقي لي مهمتين بس لازم ارجع النايت كلوب يا شباب عشان نرفع من الشعبية لانه والله شفتوا المبلغ اللي جاني اول 45000 اوه لسه يدوب. كنت اتكلم عن ال والله خصفه بخصفه والله صراحة. طيب اوكي يلا شباب نروح نرسب على النايت كلوب لانه كل 48 دقيقة وصراحة تأخرت المهمات. لرفع الشعبية بكل سهولة علق على التاتش باد انزل اخر خي اول حاجة لا تكون سي او نهائيا وانزل اخر خيار راح تلاقي عندك الباسف مود ضروري جدا تكون باسف مود. اوكي بعدها ايش بس ليه ليه عشان غيرت السيشن شالوها. طيب اوكي نو بروبلم بس والله انه عذاب ارجع اطوها من جديد. طيب بعد كده انزلوا اول دور ولازم تكون على الباسف مود او انك تنزل وتحط نفسك على الباسف مود وتطلع كل واحد يعني. اوكي نرجع مره ثانيه بكل تاكيد راح يرسبن معك تيربل ميكر الناس اللي يسوي مشاكل يعني الناس اللي لازم ترميهم من النايت كلوب تبعك كل سهولة يعني. شايفين هذا واحد في الحمام. اوكي جالس يعفن الحمامات لازم نخليه يطلع برا وروح بيتهم يعفن حمامات بيتهم برا لو سمحت برا. طبعا اكيد راح يعطونك 10000 يعني راح تتعوض بالمبالغ حتى اللي طبعا راحت عليك. اوكي شوف الان الشعبية ارتفعت. اوكي نايس دحين تجي اسمعي ساعتين لاني اوريدي انا اشتريت الابجريد تبع البارتندرز فانا كنت مأفق صراحه وكنت مشغل اللعبه قبل ما العب او قبل ما اشغل الكاميرا والعب معكم لاني والله صراحه ودي العب لكن لازم اشغل الكاميرا عشان ملتزم معكم صراحه قلت ما ابغى العب. هلا السلام عليكم جابك هنا اول مره اشوفه عشان المكان جديد عليه صراحه النايت كلوب فغريب شكله مكانه هنا غريب. المشكله هنا ايش في مهمتين راح تجيك مهمه الميرويذر وراح تجيك مهمه السي اي او راح نختار مهمة السي اي او. اجتنا مهمة الميري ويذر راح نكنسلها ونغير السيشن. يلا نجرب ان شاء الله ما تي والله ميري ويذر اتش كيو مباشرة. ايش اللي راح نسويه؟ راح نكنسل نرجع على الغواصة لانه مهمة طويلة وغير منطقية راح تاخذ مننا وقت طويل على سلاح والسلاح ذا غالبا ما راح نستخدمه لمنه رصاصة واحدة يعني. اوكي هنا تمام الامور طيبة. هذا مركز السي اي او شباب ويلا نروح على مركز السي اي او لكن راح نتصل على بيجاسوس ما ادري بترد عليه الان ولا لا. اوكي خلينا نطلع وبعدين نشوف الوضع. طيب خلينا اوقفها ورا شوي. اوكي هنا ممكن بس اوكي 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 لا 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 لا, لا. اطلع 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 شوف 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 بيخربوا لي الهيلي. احاحاحا لا انا تحسيت خلاص خلاص اطلع 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 انا عارف انهم
ناويين عليه شر. والله انا عارف انهم ناويين عليه شر. ايه دحين بيسلموني من تحت. يا سلام نطلع لهم الخلاط الله يعين. طبعا ذولا ما يرحمون والله يا شباب. بكل اسف خلينا ادرع من بدري بدري. ما يرحمون احد فبالتالي لازم نكون جامدين يعني. المشكلة خليني اطلب الكروم احتياط برضو. المهم هذه بتاخذ مني وقت انا عارف يعني للاسف. طيب برضو خليني احتياط اتصل على بيجاسوس عشان ترسبل لي السيارة في مكان ثاني. يلا عليهم. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust سريع, you'll be happy, سريع, sir. سريع 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 سريع. أوكي نايس الحمد لله. هذا العلو العيد يا شباب والله صراحة أنا أقول لكم. طيب الحين نتفاهم مع هذا الشيل اللي هنا أمورهم سهلة. هذا انا كنت حظ كنت حشوت نفسي. This is the end. اوكي ولا مات. اوكي مات. اوي سي كذا. اي هذا الحل معكم كذا طبعا. طيب طبعا نجي عند الجدار هذا. اوكي راح يعطيك انه مقفل. وتجي عند الكمبيوتر هنا نعمل له تهكير سريع. طبعا التهكير هذا زي ما اقول لكم انا دائما اكره هذا التهكير. يلا ان شاء الله يكون سهل. ان شاء الله يكون بسرعه الارقام تطلع معي. 71 56 71 56. يلا اوكي نايس طلع سهل الحمد لله. اوكي نجي هنا نضغط السهم يمين. اوكي ناخذ الاسلحه هذه طبعا نقرب من الاسلحه ونضغط السهم يمين. اوكي طيب لحظه خلينا نشوف البيجاسوس وين وقفوا. اوه هنا اوكي وانا ويني؟ انا هنا اعتقد يمديني صدقوا يا شباب يمديني اسوي حركه جون ويك على غفله يعني. طيب نطلع طبعا نضغط السهم يسار عشان نطلع الروف لان انا شفت فيه باراشوت وانا عارف وين البرشوت. دقيقة ايه هنا 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 ساي وين البرشوت سريع. والله شفت برشوت يا شباب. وات لا 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 يا تركي لا لا العب بيموتوني. لحظة لحظة يا اخوي. هي 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 استنى 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 لحظة لحظة وين ايك الهيلي هنا. اوكي تمام خلينا نجي من هنا. يا اخي ما شاء الله على طلقهم ما يغلط. طيب خلينا نطيحكم اذا كان كذا. ما يغلط ما يغلط والله ما يغلط. احا هنا ايش اللي غيرك السلاح. يا ساتر تعال تعال انت انت اللي مره مدمجني. فجأة كذا الرصاص يقرر انه ما يجي عليهم بالمرة. اعتقد خلاص هذا خلص. في احد هنا باقي. اوكي طيب راح نروح نسوي حركة ان شاء الله ان عندي بسم الله. اي والله عندي الحمد لله برشوت. اوكي هذا الحل الوحيد يا شباب يعني لاني انت لما تكون كذا ما عندك لا اوبريسر ولا سبارو ولا بازر ما معك الا كذا تسوي يعني حركات يعني تغامر تجرب حظك تخترع. اعتقد انها في الهيلي باد. اي والله في الهيلي باد. اوكي ننزل عليها على طول. طبعا وراي الهيلي. طبعا الهيلي اعتقد اني قتلت القناصين فما لهم اي مضره يعني ما راح ياثروا علي. اوكي لا كذا والله اختصرت المسافه صراحه. انا قلت والله توقعت اني اطول لو انزل اخذ كروم اتضارب معهم واسوق لين الكوساتكا. الكوساتكا طبعا انتوا عارفين مشوار والله الكوساتكا بعيده. اقدر اقربها ولكن مو وقته ولا فعلا خلينا اقربها على مبل سيرفيسز سريع.
كوساتكا ريكوست كوساتكا. اوكي اعتقد كده تقربت الكوساتكا. شايفين هذه الهيلي يا شباب مجانيه الحمراء هذه تقدروا تاخذوها. طبعا اي لاعب وصل للرانك 13 عيد واكرر تقدر تاخذها مجانا. طبعا الحمد لله رسبنت ولعب لا يقفلوا علي. لا الحمد لله اعطوني مسافه اطلع. الله في ناس يطلقوا علي من تحت ايش دخلهم. اوكي الكوساتكا الحمد لله رسبنت جنبي. نايس يا حبيبي. دحين نبدا كايو بريكو يا عمي. خلصنا السيت اب. طبعا والله تاخرت يا شباب اعترف لكم يعني اخذ مني ساعه وشوي ولكن الحمد لله الامور طيبه. ان شاء الله بعد ما اشتري الاوبريسر راح يكون اسرع واسرع. يلا رسبني رسبني ايتها الكوساتكا. ايه خلاص كذا في ربع ساعه باذن الله تعالى ننجز كايو بريكو باذن الله تعالى. والله حالتي حال اللاعب حقي مسكين. اوكي خلاص اخيرا اخيرا المقطع السينمائي راح اعمل سكيب. الحمد لله من حسن الحظ المقطع السينمائي الوحيد اللي نقدر نعمل سكيب هذا المقطع. طيب من اول من اول يا ناس. اوه مطر والله يا اخي حركه والله صراحه لما يكون صوت الرعد وكذا حماس والله. نايس ليتس جو. اوكي شوفوا كيف يا شباب فين. لا صدمت في جبل ولا عود البرد ولا اي حاجه. نلف يمين سريع نكسب وقت. يلا بسم الله. آه لا 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 ما اتفقنا على كذا يا اخي. تعيسه تعيسه المركب هذا اللونج فين تعيسه يعني صراحه. شوف شوف كيف تلف اخ ايش ذا ايش معايا تريلا معايا ما هي. هذا المطار قدامنا يا شباب. ايش في ايش في ايش اعوذ بالله يا الله بدي تنرفزني هذه المركبه. طبعا راح نوقف هنا يا شباب عشان انا اضمن انه المركبه هذه ما يصير لها شيء. اوكي ان شاء الله انه ما يصير لها شيء. راح البارك والله يعني صراحه اخذ جزء من النظر عندي. بس 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 لا 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 والله العظيم انه اللعبه دي ناوي علي نية شينا. طيب اكيد بسحب الهواء شكلها بنسى. الله اوكي حتى لو راحت عليه ما راح تروح عليه بعيد. اي اي تكفين انا عندي وقت ملتزم فيه يعني لو سمحتي. طيب روح سريع نلحق هذا قبل هذا دائما يفضحني هذا. اني حاقد عليه حقد. طيب ننتظر هنا. اهو جاء ما شاء الله عليه مسرع ما جاء مسرع ما جاء. تعال تعال يا خالي تعال. هولا اهو جاء. لا هالمره مو ذاك اللي ببالي. في واحد يجيك ابو شعر. اوكي والله غريبه يعني شكله مختلف هذا. اوكي طبعا يلا احيانا يكون نوب يعني تجري من وراه ما يسمع خطوات رجلك وفجاه كذا يصحى يلتفت وراه يعني على طول يعني يقول انت هنا ويفضحك. طيب يا شباب راح نشوف هنا ايش عندنا. اوكي عندنا شيء. يلا افتح 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 سريع الحمد لله. شوف طيب لما نطلع فوق بكل للاسف كان فين الشاحنه هذه هنا. خلاص اوكي يلا لف كذا يا لاعبي لف. اوكي انقز انقز نايس. اوكي اوكي الامور ممتلئه هنا وللاسف شايف كاش هناك. لا والله مو كاش الحمد لله طلع الكوكايين. نايس اخيرا هذا اللي انا ابغاه يا شباب. الكوكايين هو اعلى سعرا من الويد. الويد اللي تحت كان اللي لونه اخضر. الكوكايين يجيك شوي ابيض هذا سعره مره غالي. شوف كيف زادت الشنطه مره خرافي. نايس ان شاء الله ان شاء الله نلحق الايل تشالنج نلحق ننهيها في ربع ساعه سبيد ان شاء الله. انه عندي ريبيرثر بس والله مشكله لاني والله ما اشتريت ريبيرثر يا شباب نسيت والله نسيت. اوه حكون اتعس انسان لانه لاعبي لسه لياقته تعبانه في السباحه يعني
والله ما ادري صراحة. بديت اتشائم. قولوا يا رب انه عندي ريبريثر. والله مصيبة لو ما عندي لي ريبريثر صراحة، راح تكون مهمتي تعيسة صراحة. يلا اضغط سهم. ايه الحمد لله والله عندي طلع، اللهم لك الحمد. اوكي طبعا تعلقوا على السهم يسار يا شباب، راح يفتح تلقائيا الريبريثر. يلا قلتشت اللعبة علي وجلست أكثر من 20 إلى نص ساعة تقريبا وأنا أحاول أني أهرب. يعني جتني تعاسة ذاك اليوم صراحة، صراحة جليتشات تكرهك في اللعبة. يلا سريع سبيد يا حبيبي، على طول جري ما أوقف لأي أحد. بسم الله. يب أوكي سريع. أوكي وقف هنا ستوب. طلع هذا لف لف في الميني ماب. اوكي وراه وراه يا حبيبي وراه. سريع 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 سريع. السلام عليكم. اوكي هنا توقف شوي، يجيك هذا المدرعم. اوه ملبسينه هالمرة ها، والله خوينا هذا. لا شيخ، لا يا شيخ بالله من جد انتبهوا لي. هاي العب. ايش السحبة هذه الأليمة؟ اها كي وبيك اب كي كارد. يلا افتح نايس. نفتح هذه سريع. اوكي اوكي واحد اثنين ثلاثة. واحد واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نايس. طبعا ياما سبق وشرحتها هذه يا شباب، كثير شرحتها يعني كيف تسوونها. اوكي 94 97 05. سريع 94 97 05. اوكي نايس يلا ليس جدا هنا رهي. نغادر المكان ليس باونس يا شباب. طبعا يقول لك غادر المكان لقد اكفلوا المكان اللي انت جيت منه، فبالتالي راح نهرب من هنا مع انت خوينا هذا. انتظروا هنا في البلكونة يا شباب. اهم شيء والله ما في احد يشوفني صراحه، اعتقد انه ذس از ات. اوه جا 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 جا. راقبوا الميني ماب يا شباب، في واحد تحتي بالضبط. اوكي هذا اللي تحتي هو المشكله، شايفين كيف لف؟ هو جالس الان يتفرج هنا، فلازم اكون منتبه يعني. خليه يلف الجهه الثانيه دحين على طول. انقز وليس جو. يلا راح خلاص. يلا بسم الله العب. لا 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 والله شافني، الحمد لله ما شافني. خلاص اوكي نايس. والله كان حيشوفني يا شباب لو تاخر ثانيه، اعتقد اجزاء من الثانيه كان بيشوفني، كان وراي بالضبط، بس انه مدى نظره كان اقصر شوي. لو كان هذول الاحمر الحرس الشديدين اللي تلاقي في الميني ماب باللون الاحمر كان مشكله. يلا اكسيت يا عمي. طبعا هو الوحيد اللي راح نضطر نقتله هذا المسكين الغلبان. طبعا لازم نقتله بالكاتم. بب. اوكي شيلوا الدباب بكل هدوء يا شباب. تيجوا من هنا، شايفين عنده واحد عنده هيلي هنا، مروا من عنده ما راح يشوفكم. اطلعوا فوق. اوكي يفترض الامور طيبه على ما يرام. اوكي لنكمل المكان وننقز من هذه الحافه. اوه الحمد لله.
ما نقصد فلوس الحمد لله، معناته الامور طيبه. اوكي ريبريتر ركب ويلا نغادر المكان. انا متاكد مليون بالمية يا شباب انه طريقي كذا صح. عد ما ادري يعني صراحه. اوكي اهم شيء تطلع لي علامه اسكيب كايبريكو ويعطيني علامه انها في رايحين للو سانتوس باذن الله تعالى. انها ما تقلتش معايا نقول يا رب. طيب ايش انا والله بديت اخاف صراحه. هو المفترض مو الان بدي هاز بين فاوند. اوكي الامور طيبه للان لكن احيانا قلتش معي صراحه. او نايس الحمد لله. هذا المفروض هذا اللي دائما مفترض يصير معايا وهذا اللي دائما انا اسويه. يعني ما ادري ليش المره اللي فاتت طاوعت نفسي والا اني افوز. يعني مفترض اعيد الجيم يعني طبعا لانه اول مره فراح يظهر معنا مقطع سينمائي راح اعمله سكيب لكم يا شباب لانه مقطع طويل ما له داعي وفي لقطات كذلك ما هي كويسه راح اقدم المقطع. طيب يا شباب تمت بنجاح لكن ايه تشالنج ما حصلت عليه لانه فعلا يعني انكشف امري فعدت اللعبه صراحه ما كان في اني اسوي مشاكل فالحمد لله. بس المبلغ والله مره كان كويس بالاضافه انا متاكد راح احصل على مكافاه الان لاني نهيتها اول مره اعتقد حدود ال 250 الف دولار. راح نشوف الان مع بعض. اوه ما شاء الله 200 الف دولار حصلنا عليها مره نايس صراحه اعتقد زادوني كمان. يلا الحمد لله يعني مبلغ مره ممتاز. شوف يا شباب الحين نجمع المبالغ. اوه كل شيء جالسين يزيدون فلوس شكرا. طيب راح نجي هنا يا شباب نجمع المبالغ مع بعض عشان نشوف يعني هل فعلا في امل ولا لا. ان شاء الله الامل دائما موجود يعني. يس اوكي الان واقفين يا شباب على 3 ملايين و600 3 ملايين ونص يعني ما شاء الله مبلغ مره خرافي صراحه وراح يزداد لانه كذا كذا راح يعني نكمل على توصيل شاحنة ال سي اي او اللي تعطينا 100,000 كل 48 دقيقة بالاضافة عندي طبعا 50,000 لشاحنة الاسلحة والخزنة خزنة النايت كلوب وكذلك ما ننسى اني جاء شغال على طبعا على عفوا ما ننسى كذلك اني شغال على البانكر خزنة او مخزن البانكر على وشك الامتلاء اعتقد انه بكرة راح ابيعه واعتقد انه اليوم راح اركز كثير على تجميع المخازن والصناديق اعمل سورسنج بالاضافه راح اعمل كايبريكو بعد كل ساعتين راح اعمل كايبريكو ونشوف ايهما اسرع لكن انت تسالني يعني ايش الاكثر ضمانا راح اقول لكم كايبريكو بكل سهوله يا شباب. كايبريكو يا جماعه كل سهوله يعني كل ساعتين تعمل هايست في ساعه يعني 3 ساعات كل 3 ساعات انت عندك مليون كل 3 ساعات تقريبا يعني يعطيكم فمبلغ خرافي يعني صراحه ولكن بما انه في دبل على المخازن فمخازن هذا الاسبوع تفوز بدون منازع. عموما لا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي الكل جديد ووعد ان شاء الله ها لا تنسوني ولا تنسوا الوعد باذن الله تعالى بكره حلقه راح تكون اسطوريه وراح نشتري فيها الاوبريسر مع بعض باذن الله تعالى. فبامان الله انتم على صحتكم. Peace out.